طلب او طلبات اتمنى لكم ان شاء الله تكون بدايه ان شاء الله موفقه، بدايه لبناء الانسان. ودي مبادره خاصه بفخامه الرئيس تضاف الى سجل انجازات سيادته خلال العشر سنوات الماضيه اللي اهتم فيها فعلا ببناء الانسان. اتمنى ان شاء الله وانا واثق ان الانشطه في قطاع شؤون تعليم الطلاب هتهتم بهذه المبادره. سوف يتم وضع عديد من المبادرات متفرعه منها الكل يهدف فيها الى بناء الانسان، وهم شباب الجامعه. احنا عندنا ما يقرب من 180,000 شاب وشابه داخل جامعه المنصوره، ما يقرب من 35,000 طالب دخلوا هذا العام. ان شاء الله كلنا مع بعض كلنا هنهتم بحضراتكم. هدفنا الاول والاخير هو شباب الجامعه. اتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تكون انشطه متنوعه وتهدف جميعا الى تحقيق مبادره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. بدايه شكرا جزيلا.